اهلا بحضراتكم من جديد. يعني النهارده حلقه دسمه جدا بصراحه. كان معايا نجم كبير كابتن محمد ناجي جده، وانضم لنا نجمين كبار قوي، طبعا الكابتن الكبير مدرب منتخب مصر السابق ومدير قطاع الناشئين الحالي لنادي المقاولين العرب كابتن علاء نبيل. اهلا كابتن ميدو. اهلا وسهلا، دايما بتنورني ودايما ببقى سعيد قوي انت معايا. ده انا سعيد، وما ينفعش اطلع اول استوديو غير وانت معايا بصراحه. سعيد والف مبروك، وان شاء الله تبقى باستمراريه بقى في تالق ان شاء الله. ربنا يخليك. كمان معايا الاعلامي المتميز جدا، هو المفروض ان هو يعني اللي بيسالنا قاعد بينتقدني دلوقتي. اه هو اللي بيسالنا، هو اللي بيسالنا. معايا الاعلامي المتميز جدا ومتالق، وكمان محلل عالي جدا يا جماعه، طبعا عنده خبرات كبيره جدا. ربنا يستر النهارده مش هو اللي قاعدهم معايا. معايا الاعلامي المتميز نور الدنيا الكابتن تامر صقر. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو، يعني برحب بيك وبرحب بالكابتن علاء، وانا اول مره اكون معاه ضيف، وده شرف ليا طبعا. شفت جاب وانت مذيع جامد بصراحه. ربنا يوفقك ان شاء الله، وتكون خطوه مهمه ان شاء الله، وربنا يكرمك يا رب ان شاء الله، بالتوفيق ليك ولمحمد كله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن. منورين الدنيا ومنورين في الاستوديو يا كابتن علاء. الله يخليك. عايز ديني ابدا معاكم من فين؟ نبدا طبعا هنتكلم كله في افريقيا، ونتكلم شويه عن مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، ونتكلم عن شكل منتخبنا وتدرج المستوى بتاعه. يعني ايه رايك الفنيه يا كابتن علاء في المنتخب بتاعنا عموما من اول مباراه لغايه مباراه الكاميرون ان شاء الله؟ بص يا كابتن ميدو، احنا لازم نتكلم، احنا اصلا 48 ساعه ونلعب النهائي. تمام. عايزين نتكلم في ايجابيات هذا اللقاء، ان احنا خلاص وصلنا النهائي، وبنتمنى طبعا البطوله تكون موجوده في مصر. لكن لازم نتكلم بعد ما يرجعوا ان شاء الله من البطوله ان شاء الله، لازم نقف في وقفه ونتكلم في حاجات كتيره. تمام. يعني مش عايزين الموضوع يسرقنا، مش عايزين الموضوع ياخد من وقتنا، لان في حاجات كتير انا شايف في وجهة نظر الفنية، الله اعلم، يعني اننا في حاجات كتير لازم نتكلم فيها. كسبنا، وصلنا النهائي، الناس في مصر فرحانة، لازم نساند الناس الموجودة في مصر فرحانة، لكن برضو الناس كتيرة يعني مقتنعة ان في حاجة مش مظبوطة. فلازم كلنا نتغاضى عن هذا الشعور، وان زي ما بيقولوا ايه، شجع منتخبنا. لازم نشجع منتخبنا، لان كل ده بيعم علينا احنا كلنا. تمام. يعني انا يعني كنت بتكلم مع كابتن تامر في التليفون مره، وكان هو بيقول لي الحاجه اللي مفرحاني ان الناس عرفت الحاجه الوحيده اللي بتجمع الشعب المصري هي كره القدم. بالظبط، ده الهدف الكبير. نعم. انا دايما بقول ان المنتخب المصري مفتاح السعاده للقلوب المصريه. ده حقيقه، اي فرقه مصريه، يعني اي فرقه مصريه بتاخد بطوله يعني بعض الفرق بيبقى في تنافس وبيبقى في مثلا انتماءات، لكن منتخب مصر ده هو ده الفاكهه بتاعت الكره المصريه. تمام. ففعلا لما كابتن تامر بيقول لي الفتره اللي جايه هيبقى في اهتمام كبير جدا بالكره، ان فعلا حسينا ان الناس بدات تتلم تاني، وده كان مفروض من زمان. وعشان كده انا فرحان، اللي هي ايه، مش عايزين نفترق تاني. لا، نكسب ان شاء الله، وان شاء الله نعدي الخط ان شاء الله. هرجع لك تاني يا كابتن علاء، برضو مش هسيبك لما تقول لي برضو ايه اللي لافت نظرك في الاداء الفني. لكن لازم يا جماعه نفرق بين حاجتين مهمين جدا، بينهم خيط رفيع، اللي هو النقد البناء والنقد الهدام. احنا بننتقد مش علشان احنا، طبعا احنا مصريين طبعا، ومحدش هيزايد على مصريتنا، ومحدش هيزايد ان احنا عايزين نكسب كل فرق العالم كمان، لكن في حاجات احنا كناس يعني متخصصة في الكورة، او ناس فاهمة كورة شوية، يعني شايفين ان هي غلط او ممكن توصلنا الغلط، فعشان كده اتكلمنا فيها. لكن طبعا ان شاء الله، ان شاء الله زي ما بدأنا في الاول، منتخبنا منتخب رجالة طول عمر الرجالة، وان شاء الله يرجعونا بالكاس. اروح للكابتن تامر صقر اسألك نفس السؤال. شايف الاداء الفني لمنتخبنا كان عامل ازاي، وتدرجه في المستوى من دور لدور كان عامل ازاي؟ خلينا نبدا بالمنتخب المصري. زي ما انت ذكرت، يعني زي ما ذكر الكابتن علاء، هناك بعض النقاط المهمه اللي يجب تدارجها في المرحله المقبله بالنسبه للمنتخب المصري. انا بس يا كابتن تامر، انت جايب الكشكول ده بتخوفني بيه يعني؟ لا والله. يعني يا كابتن علاء بيخوفني بالكشكول ده. انا اصل بشوف الكشكول ده بتقولي بقى في الاستوديو. نفسي عارف، مره حاولت اسرق الكشكول ده. راس مالي، راس مالي ده. قال لي راس مالي الا الكشكول. انا اول ما اتزنق اروح مكلمه اقول له طب اطلع لك الكشكول، يروح يطلع لي. يعني ينفع يا كابتن علاء كده؟ انا معايا ورقتين وانا اللي بقدم، هو جايب الكشكول بيخوفني انا يا كابتن علاء؟ ولا خير. اتفضل يا كابتن. خلينا نبدا ان الدوري، يعني المنتخب المصري دائما وابدا زي ما ذكرنا في بدايه البطوله، ان دائما البطل يولد من رحم البطوله. منتخب الكاميرون ومنتخب مصر، منتخبين ما كانوش متوقعين انهم يوصلوا المباراه النهائيه. خلينا نتكلم بصراحه. خالص. المنتخب المصري كان هناك بعض المشاكل كما ذكرنا، وكان الاداء مخوف بعض الجماهير زي ما ذكر الكابتن علاء نبيل. تطور مباراه مع مباراه، وتطور من الناحيه الدفاعيه وليس من الناحيه الهجوميه، وصل للمباراه النهائيه، منها ضربات الجزاء، منها كان هو البدء بالتسجيل،
كتير من النقاد والرياضيين وكابتن علاء يعلم طبعا ومنهم المدربين متحفظين شويه على الاداء الهجومي بالنسبه للمنتخب المصري، وده ما كانش متواجد قبل كده في المنتخب المصري في السنوات السابقه. عرف كوبر يعمل شخصيه للمنتخب المصري دفاعيا فقط، شخصيه دفاعيه فقط، عرف يوصل للهدف اللي هو عايزه، وصل للمباراه النهائيه. الند بالند بالنسبه للمنتخب الكاميروني، يعني هوجو بروس جاب 35 لاعب، فتح المجال لكل الموجودين سواء المحترفين، كتير اعتذروا، اكثر من 8 9 لاعبين اعتذروا في المنتخب الكاميروني. جاب لاعبين كلهم من الدرجه الثانيه، من فرنسا ومن بلجيكا ومن تشيك ومن فرنسا، جابهم من الدرجه الثانيه لاعبين في الكاميرون، وصلوا للمرحله النهائيه. عمل شكل للمنتخب الكاميروني، عمل له شخصيه، وصل بيه للمباراه النهائيه، قدر باقل المجهود ان هو يوصل المباراه النهائيه، عارف ازاي يتعامل مع كميه الفرق، عنده لياقه بدنيه عاليه، عارف ازاي يوصل المباراه النهائيه، وواحد من المنتخبات اصبح من واحد المنتخبات اللي ممكن يحرز البطوله ان شاء الله بجانب المنتخب المصري ان شاء الله. هو هرب برضه من السؤال، انا مش عارف طب بعدين، طب اسال مين يا كابتن علاء؟ يعني اذا كابتن علاء كان عندي شويه حاجات لازم اتكلم عليها. الناس اللي الاستوديو عندك ما بتسيبهمش يا تامر، هتهرب مني خلي بالك، ما انا برضو بقعد اشوف. صحابي بيكلموني بعد ما بيخلص الحلقه مع تامر يقول لي ايه اخبار امتحان الثانويه العامه؟ امتحان وبص وتقول لي يعني هتقول لي يا اما استناك بره يا كابتن علاء وانت عارف. طب يا كابتن، يعني بروس عمل شكل زي ما كابتن تامر قال، عمل شكل المنتخب الكاميروني واقنع بيه الناس. يعني اقنعنا احنا كمان المنتخب الكاميروني فيه قوه، لكن هل مستر هيكتور كوبر عمل شكل المنتخب المصري يعني اقنعنا حتى شويه، حتى لو دفاعيا او هجوميا او حتى في المستوى العام او الشكل الفني العام؟ بص يا كابتن ميدو، جمهور الكره المصري ذواق، بيحب الكوره، يعني بيحب فكر تطور كمان يا كابتن علاء. نعم، الفكر الكروي للجمهور المصري تطور. طب ببقى عارف ده، خلاص النهارده يقول لك انا النهارده زملكاوي اهلاوي مش عارف اسماعيلاوي ما بشجع مش عارف ايه، وبيشجع برشلونه ريال مدريد، يعني في تطور، عارف الدنيا ماشيه ازاي. لكن متعه كره القدم مفقوده، اللي هي اللي عايز يشوف جمله من الجنب اليمين باوفر واحد رايح حطها في العرض، عايز يشوف جمله من الجنب الشمال، عايز واحد يشوف جمله من نص الملعب رايح يجيب جون، الحاجات دي مفقوده، بنشوفها على فترات بتبقى فتره عصيبه جدا، مضغوطين مضغوطين مضغوطين، وواحده بتيجي بكل تلت ساعه تروح الناس تشم نفسها تاني وترجع العمليه تاني، بتوفق في احراز الهدف. وكلام طبعا لو جينا اتكلمنا في 80% من مباريات منتخب مصر بنكسب في الاخر، ده من بعد ما الناس، عشان كده الناس ايه بتبقى الفرحه زياده شويه، بعد كده لما بيهدى بيقول طب وبعدين، واخرها ماتش بوركينا فاسو. تمام، فالنهارده الحاجه الخطيره اللي انت عمال تقول على ثلاث نقاط اهم من الاداء. أيوة، بدأ الشعب المصري، نفس السؤال الشعب المصري بدا يردد هذا الجمله، الثلاث نقاط اهم من الاداء، ثلاث نقاط اهم من الاداء. لا ستوب، احنا عايزين نلعب كوره، لان انت النهارده كل شباب وناشئين ولاعيبه الفريق الاول والدرجه الاولى بيتفرجوا على منتخب مصر. لما يلاقوا الدنيا ماشيه كده، طب ما هو كله هيتعود، خلاص بقى نلعب دفاعي وهجمه مرتده انا اذا كان في ناشئين 11 سنه و12 سنه بيقفوا في 18. هو السؤال يا كابتن علاء، انا مع كلام حضرتك طبعا يعني بنسبه 100%، لكن السؤال بقى، هل احنا قادرين يا كابتن تامر ان احنا نفضل نحافظ على المستوى الدفاعي بتاعنا طول مثلا 70 دقيقه؟ لا 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 لا، هو ده خالص، ده اللي قلقني، ده اللي قلقني شكلا وموضوعا. لا، في توفيق، في توفيق، لان انا كنت سامع احدى مداخلات امبارح مع احدى اذاعات الراديو، يعني فواحد من الجمهور يعني بيقول له بس احنا محظوظين، قال له لا يعني مش محظوظين، اسمها قال له كوبر محظوظ، قال له لا ما تقولش كده، ده بكون شتمه، قال له انا كوبر موفق. طب ما هي دي، هي دي، لا في توفيق، لازم نقتنع ان في توفيق. اذا كنت انا اقدر اقول ان انا بتاع كره قدم او انت وكابتن، لكن برضو الجمهور اللي هو بيتفرج على كوره بيقول لك لا في توفيق، شايف يعني ماتش هو السؤال هتستمر كده لحد امتى يعني؟ بس بعد كام مباراه، بعد كام مباراه، هي دي بقى. عشان كده انا قلت يا كابتن تامر، قلت لازم بعد ما نرجع ان شاء الله بالكاس لازم نقول ستوب، نقف ونقول يا جماعه ما ينفعش هذا، لان ربنا سترها الفتره دي. لكن مش هينفع، مش هتروح كاس عالم، انا بقول لك من دلوقتي يا كابتن ب 90% احنا رايحين كاس عالم ان شاء الله. تمام، ان شاء الله يعني. فانت النهارده قلنا ايه في كاس العالم؟ ايوه، لو النهارده بقى لو النهارده رحت بالمنظر ده يا كابتن تامر، لا هناك بقى ما مش هتلاقي، لان انا بامانه يعني انا بطوله افريقيا دي
يعني انا ما اتمتعتش بيها. يعني كنت متوقع دورات النجوم لما كنا بنلاقي دروجبا ونلاقي نجوم افريقيا كلها في الفرق. النهارده انت هات نجم سوبر ستار في الفرق، مفيش مفيش. فانت النهارده هتروح تلعب كاس عالم، لا اذا ما كنتش بقى زي ما كابتن بيقول اللي احنا هنطور من ادائنا ونعرف يعني ايه نحول الكره بتاعتنا من الهجمه من الحته الدفاعيه للناحيه الهجوميه في اسرع وقت بجمل، مش هقول لك بقى بلعب فردي او بمجهود ذاتي، لا معروف لما الكره تتقطع نشتغل من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال ونبتدي نروح للجول، لكن الستايل واحد فمش هينفع. عشان كده قلت ان شاء الله لما نرجع لازم نقعد نحط كل الكلام ده على الترابيزه نتكلم عليه. انا معاك مليون في الميه. طب كابتن تامر، يعني اروح لك برضو في السياق نفسه، تفتكر مثلا ان هيكتور كوبر مش مقتنع بامكانيات لعيبه مصر فعشان كده بيلجأ للطريقه دي؟ هل في فرق مثلا بين منتخبنا الحالي ومنتخبنا اللي قبل كده اللي كنا بنشوفه دايما عند الجون عايش عند الجون الثاني؟ هل هو شايف ان لعيبه مصر امكانياتها الفنيه محدوده قوي فعشان كده بيلعب بالطريقه دي، وان احنا نلعب على الكونتر اتاك مثلا اللي بتجينا مثلا مرتين في المباراه؟ ممكن يكون شايف ان اسلوب المنتخب المصري كده، بس هو عنده لعيبه، هو من زمان لو انت لاحظت جميع مباراته هو بيعتمد على هذا الاسلوب. حتى مباراته القديمه او هيكتور كوبر طول عمره هو بيعتمد على هذا الاسلوب. امكانيات لعيبه المنتخب المصري هو شايف ان هو لو فتح كتير او في مشاكل دفاعيه، واحنا قلنا كتير في الاستوديوهات التحليليه كده، هو طور من الحته دي بصراحه. طور من حته الاسلوب الدفاعي بالنسبه للمنتخب المصري، جعل يعني الفرقه اللي قدامك بتزهق، تزهق انك توصل مره واثنين وثلاثه، خلاص زهقت. وصلت دقيقه 80 و90، منتخب تونس وصل لحد دقيقه 80، منتخب بوركينا فاسو وصل لحد دقيقه 80 او دقيقه 90، وصل لحد مرمى المنتخب المصري مش عارف ايه الهدف. والمغرب يعني بتوصل انت في المرحله الاولى، ممكن تكون ده اسلوب لعب. واعتقد الكابتن الجوهري اعتمد على الموضوع ده فتره في فتره كاس العالم فقط، فتره كاس العالم فقط عشان يعني عشان هتحصل مقارنه، هتحصل مقارنه بين اسلوب الكابتن الجوهري. بس 98 ما اعتمدش على هذا الاسلوب، بس كان رده يا كابتن تامر في الحته دي، قال لك الامكانيات، ردا على كلامك امكانيات لاعبتي في كاس العالم هي ما اقدرش اعمل اكتر من كده. انا قلتها كذا مره، حتى هو انا كنت قعدت معاه يعني اتقابلت معاه في الاردن، قال لك انا امكانيات لعبتي كده ينفع طبعا. والحاله الجسمانيه حتى بنجومها بلاعب ايرلندا، والحاله الجسمانيه للاعبي المنتخب المصري وسواء منتخب هولندا سواء منتخب ايرلندا سواء منتخب انجلترا كانت مختلفه تماما. لكن هو انا شايف ان المنتخب المصري في عنده امكانيات اكتر من كده، سواء في تريزيجيه موجود، سواء في رمضان صبحي موجود، سواء في محمد صلاح موجود. انا شايف ان كتير ممكن يقدروا يقدموه، بس هو ده واضح ان ده اسلوبه وده النهج اللي ماشي عليه، واللي زي ما بيقولوا اللي بيكسب بيه بيلعب بيه، هو اقتنع بكده. لكن يا كابتن علاء، احنا شفنا في منتخب مصر وغانا في اللي هو في الدور الاول، شفنا المنتخب المصري بيضغط من قدام واستحوذ وقطع وسجلنا نتيجه ضغط. يعني انا عندي امكانيات لعيبه ممكن تسمح لي ان اضغط هجوميا وان انا ابقى ليا شكل هجومي. طب ايه اللي بيحصل؟ ايه الثغره اللي بتخليه يرجع ينكمش تاني وبعد كده يلعب على الكونتر اتاك؟ يعني ايه اللي بيحصل لما هو عنده افريقيا اللي احنا جبنا فيه الجول في الاول؟ بالظبط بالظبط تمام بالظبط. عشان كده الناس بتقول احنا لعبنا ماتش غانا كويس قوي بالظبط تمام. لكن لما تيجي ترجع للواقع، البدايه دي مش بدايه مدير فني، البدايه دي بدايه لعيبه تمام. ولما الجون جه بدري فالناس حست، لكن تعالى بقى ارجع الشوط الثاني، وان سايد جيم وان سايد جيم. وكابتن انت مقابله من شهرين في تصفيات كاس عالم وانت متفوق عليه باثنين لا شيء، فانت الرهب عندك راحت خلاص. فهي دي انت الشوط الثاني وان سايد جيم، لكن عشان انت جبت الجون بدري فالناس شمت نفسها. طب كابتن علاء، لو دي كانت مثلا خطه لعيبه ان هم اتفقوا ان هم ينزلوا يضغطوا، او مثلا لعيب بيضغط والتاني هي بتيجي بظروف المباراه، مش بيقعدوش مع بعض، هي بظروف المباراه ضغطوا لقوا الكره معاهم ووصلوا جابوا جون، العمليه مشت. بعد كده لا، الشوط الثاني لو كانوا كملوا كده، خلي بالك هو نص الشوط الاولاني، بدايه من الشوط الثاني بدات العمليه يبقى فيها هات وخد، يعني هما الاثنين مع بعض. الشوط الثاني لا غان تمام. فاحنا بنتكلم الثاني كامل وتحمد ربنا يا كابتن ان الحمد لله ولا مباراه المنتخب المصري كان هو المتاخر، كل مباراه هو اليد العليا، يعني هو بيبدا بكل مباراه. مفيش غير مباراه كونغو بس المباراه الوحيده وكان فيها متاخر وتعكس 2-1 كاس العالم، كاس العالم كونغو، ما كانتش كونغو ديمقراطيه، كانت كونغو برازيل. بالظبط، فدي المباراه الوحيده اللي فيها المنتخب المصري تاخر تمام ورجع وفاز. الحمد لله رب العالمين ما حصلش الكلام ده في كاس الامم الافريقيه. المنتخب المصري لما قابل كل المنتخبات ما كانش هو المتاخر، كان هو دايما، وده اللي بيحاول عليه كوبر، بيحاول يعمل ده اللي انا بتكلم فيها كابتن علاء، ان انا ببقى خايف جدا يا جماعه لو منتخبنا لا قدر الله لا قدر الله قابل هدف في الاول. ده اللي خليني برضه اسالك يا كابتن تامر، هو مين نجوم منتخبنا؟ مين نجوم منتخب الكاميرون؟ لا، مين نجوم منتخبنا الدوره كلها؟
انت خليني الاداره كلها مين؟ خليني اقول لك مين هو كابتن. اصبح اللي في العالم كله ما فيش نجوم، ما فيش غير كريستيانو وميسي. مين بيطلع في العالم كله؟ خليني اسالك السؤال بشكل ثاني. النجوم اللي بتاعت مارادونا زمان. لا 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 مش قصدي. خليني اسالك السؤال بشكل ثاني. مين الدور الابرز في المنتخب في المباريات اللي فاتت؟ في دور ابرز ولا نجم؟ الدور الابرز. اللي كوبر ما بيعتمدش على نجم. لا الدور الابرز مين؟ انا شايف احسن لاعب يعني طوال في الخمس مباريات للمنتخب المصري انا اديه مين؟ اديه لاحمد فتحي. وحضرتك كابتن علاء؟ انا بالنتائج محمد صلاح. لا بالاداء. بالاداء محمد صلاح مش موجود جنب الشتيجه. لا بالاداء، خلينا نتكلم على الاداء الفعلي في المباريات. مين نجوم المباريات اللي بيطلعوا كل مباراه نجوم؟ اللي ماشيين كويس احمد فتحي. احمد فتحي اتفق مع كابتن. احمد فتحي. احمد فتحي ما ينفعش يلعب في كذا مركز لان وبعدين بيأدي يعني بيأدي، لكن برضو احنا بنقول ايه تطورنا في الحته الدفاعيه علي جبر واحمد حجازي، لكن برضو ما زال هناك الدفوهات. هو ده اللي انا عايز خطأ تنسيق، خطأ بوركينا فاسو من واحد من قلبين دفاع. هو ده اللي انا عايز اسمعه. ابراهيم صلاح كله بيحمله ابراهيم صلاح. لا لا طبعا هو واحد من قلبين دفاع لو مظبوط بتنسيق المفروض هو كان مرتبط ابراهيم صلاح عشان هو كان اللي كان في السوق في الكادر يعني، لكن هو طبعا المكان ده. طب خلينا اروح لك بسؤال برضو كابتن علاء. من كلامك لما يكون نجوم منتخبنا هو علي جبر وحجازي واحمد فتحي والحضري، ولا الحضري نخليه شويه؟ ده حدوته تاني. طيب لما يكون نجوم منتخبنا دول هيبقى شكلنا ايه لما تلعب فرقه عندها قوه هجوميه؟ خلي بالك الجون اللي جه فينا في بوركينا فاسو جون جه من مش عايزين نقول من خطا دفاع، عشان احنا دايما بنقول ايه ان احنا متميزين قوي في الناحيه الدفاعيه، لكن جون جه المهاجم استلم الكوره وحطها على صدره وحطها والمغرب وصل كتير وجاب في العارضه وبامانه يعني في المغرب. عايز اقول لك لما يكون النجوم بتوعنا خط الدفاع، ودي عمرها ما حصلت يا كابتن تامر ان يكون نجوم المنتخب خط الدفاع. كنا دايما بنسمع زيدان ابو تريكه عماد متعب مش عارف مين مش عارف مين. بص وبتروح بمره يدل كابتن ميدو على واقعيه كلامنا. بالظبط هو ده اللي انا عايزك ده هذا الكلام بيدل على واقعيه كلامنا ان احنا النهارده بنقول الناس المدافعين هم النجوم. تمام النهارده تريزيجيه 80% من الطاقه والشغل اللي بيعمله دفاعي. محمد صلاح. محمد صلاح كان كل الفتره اللي فاتت بيقف يعني يا دوبك عند نص الملعب بينزل 5-6 ياردات كده من نص الملعب. النهارده بنلاقيه عبد الله سعيد في ال 18، تريزيجيه في ال 18. صعب استغل الحاجات دي كلها. انت النهارده لما تيجي تقيم فرقه هنقول الباك يمين راح رفع كام اوفر، الجنب الشمال من الباك شمال راح رفع كام اوفر. في ماتشات ما بيعدوش يعني، في الماتش بتاع مالي الاولاني يا كابتن ما عدناش فعلا، ما عدوش نص الملعب. طب وبعدين هنكسب ازاي كوره؟ وفي يجي في الجول تريزيجي كان نجم الدفاع الاول في ما تلعبوه وكلفته خلصنا يعني يعني هو كان ملتزم بأدسو تريزيجي مش احمد فتحي، وده اللي نجح احمد فتحي. ولسه الماتش الجاي هو ريح. عشان كده بقول لك ايه تريزيجي هو مستغل الطاقه. على فكره الكلام اللي انا بقوله لك ده انا بحيي فيه اللعيب اللي هو بينفذه كلام مدرب. بالظبط يعني انا بحيي اللعيبه اللي هي بتنفذ كلام المدرب، وانا قلت لك انا اتمنى كمدير فني قاعد يبقى عندي لعيبه بتنفذ، فهم بينفذوا فكره. فانا بشكر اللعيبه يعني انا بشكر اللعيبه، لكن الفكر خلاص ده هو راجل مطيع. ممكن يا كابتن انا بكسب بيه بقى، انا بكسب بالاسلوب ده خلاص العب بيه. ما هي دي هنرجع برضه للثلاث نقاط اهم من الاداء. لا يا كابتن تامر احنا عايزين نلعب كره قدم، احنا عايزين نقول بنلعب. احنا كل البطولات اللي خدناها لعبنا فيها كوره، بوركينا فاسو لعبنا كوره، 2006 لعبنا فيها كوره في استاد القاهره، 2008 لعبنا كوره، 2010 لعبنا كوره، كنا بنجيب بنكسب بالاثنين والثلاثه والاربعه ويجي فينا جوان مفيش مشكله. بس بنلعب كوره زي ما حضرتك تفضلت قلت يا كابتن ميدو ايه في زيدان في ابو تريكه في متعب في محمد شوقي في حسني عبد ربه احمد فتحي كان حسام حسن هاني رمزي احمد حسن حازم امام عبد الستار، الناس دي كلها كانت متواجده جوه. ياسر رضوان كان بيجيب جوان. صحيح. محمد عمارة كان بيوصل ودي الكوره لعبد الستار عشان يجيب جون. خليني برضه اقول لك كابتن علاء الشكل الدفاعي المختلف من طريقه الكابتن جوهر الله يرحمه والطريقه اللي احنا شايفينها دي ايه؟ لا كابتن جوهري بيحاول لما كان بيدافع كان بيقفل المساحات، لكن كوبر مش بيقفل المساحات، ده زي ما بيقول بيزهق الفرقه اللي قدامه من الكثره العدديه اللي موجوده جوه ال 18.
وفعلا لما زي ما اتفق مع كابتن تامر ان هو الفرق لو بتوصل مره واثنين وثلاثه بتزهق بتزهق. لو تفتكر تشيلسي وبرشلونه طبعا نهائي اوروبا طبعا. لما تشيلسي زهق المتفرجين مش زهق الـ 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 وفي الاخر دروجبا رايح جاب جول ودروجبا لعب ساعتها دفاع يعني كان بيلعب بره حتى لعب باك ليفت واخد بالك فانت هي دي الفرق. لكن انا ده من الحاجات اللي لما يجي بقى ان شاء الله بالكاس ان شاء الله ونفرح كلنا لا تعالى بقى عايزين نلعب كوره يعني عايزين نلعب كوره عايزين اللعيبه لازم لها شكل لازم لها شكل. وحاجه ثانيه كابتن ميدو الدوري المصري معمول عشان خاطر اللعيبه تتالق وتروح منتخب مصر تمام تمام. انا شايف المسابقه دي بتتعمل للجمهور المصري مش لكوبر. بمعنى ايه يا كابتن علي؟ بمعنى ان الدوري المصري مين خد مين من الدوري المصري؟ خد مين من مين من محترف ما جاش؟ طب ياخد مين على حساب مين يا كابتن علي؟ انا في لا مش هقول على حساب مين انا ماليش دعوه عشان ما يبقاش في لعيبه موجوده في المنتخب اقل مستوى من اللعيبه الموجوده في الدوري المصري. طب بلاش نقول لعيبه المنتخب اقل مستوى نقول اللعيبه اللي موجودين في الدوري الاعلى. انا عندي هشام محمد عامل سيزون عالي جدا تمام. عمرو مرعي هشام محمد لاعب المقاصد تمام. عمرو مرعي عامل موسم كويس قوي. عمرو مرعي احمد جمعه من مصر احمد جمعه من مصر عامل موسم كويس انا أوي. معاك ان احمد جمعه اتظلم تمام. عندك مرؤوس الحرب الهدافين عندك حسام باولو عندك احمد رؤوف يعني ليه حسام غالي فين تمام. في الدوري اقول لك حاجه محمد نصر تمام انت النهارده عمال معلش مع احترامي بقى محمد نصر ولا كريم حافظ؟ قول لك يا كابتن تامر انا مقدم انا بس يعني في الدوري هو مش كده يا كابتن علاء لما انا مش لما انا واخد كريم حافظ ومش مقتنع بيه انا واخده ليه؟ هي ممكن اسالك كده هي مقتنع بيه لا لا هو لا هو لو مقتنع بيه كان اداله. بص في فرق خلينا نتكلم بصراحه عشان لسه معانا لسه معانا والناس ما جدا مصداقيه في الكلام. لما انا مقتنع بكريم حافظ كان لازم اول ما عبد الشافي يتصاب احط كريم حافظ ده اللي نعرفه بقى غانا ما عنديش ده اللي نعرفه في مجال التدريب بالظبط. تامر الاثنين انا واخدكم معايا باك ليفت في المنتخب تامر وقع يبقى ميدو وقع يبقى تامر. لكن النهارده انا عبد الشافي طلع راح جايب احمد فتحي مكانه وبعد كده راح جايب كريم يبقى انت النهارده مش حاطه الراجل بتاع حسب الطريقه اللي بعتمد عليها برضه يا كابتن. يعني انا جاي دفاعي انا بلعب دفاعي انا هلعب دفاعي واضح ان انا هلعب دفاعي طيب جايبه ليه؟ نازل كريم حافظ ولا نازل احمد فتحي؟ جايبه ليه؟ ما هو ده المشكله ده المشكله جايبه ليه؟ انت ليك فكر معين وليك تكتيك معين يبقى انا اجيب اللعيبه عشان التكتيك اللي انا بلعب بيه وحابه ومحفظه يبقى اللعيبه تنفذه. طب يا كابتن علاء تفتكر الحاله البدنيه للعيبه المنتخب مأثره هجوميا عليك؟ بمعنى يعني انا مثلا دلوقتي زي ما انت بتقوله زي ما حضرتك بتقوله وكابتن تامر بيقولوا ان احنا بنزهق الفرق الثانيه دفاعيا. طب هل لو احنا عندنا المقدره البدنيه ان احنا نتحول من الحاله الدفاعيه كابتن تامر للحاله الهجوميه ده كان يفرق معانا؟ يفرق في شكلنا يفرق معانا طبعا لكن صعب جدا يعني انت ممكن بعد كده تطور الحاله البدنيه. قصدك انت مجهد يعني في الدوري؟ لا مش قصدي كده قصدي ان انت عشان تعمل الاسلوب ده لازم يبقى عندك متطلبات زي يبقى عندك الحته البدنيه اعلى شويه بحيث ان انت تحاول من الحته الدفاعيه للهجوميه زي لعيب برشلونه احسن من كده. لعيب برشلونه بتدافع كلها العالم كله يا كابتن تامر بيدافع دفاع اللي هو بيعتمد على الزياده العدديه في منطقه الكوره ودي كلها يعني عارفينها. بص يا كابتن لما تيجي تقارن ما تقارنش ببرشلونه وريال مدريد قارن باللي زيك قارن بشمال افريقيا حتى ما تقارنش بافريقيا. طب وليه ما تقارنش بغانا ما تقارنش باحسن ليه ما تقارنش باحسن ليه انت ما عندكش الامكانيات يا كابتن يا حبيبي. طب ما انا بتكلم في كده بقى كابتن تامر ليه احنا ما نطورش نفسنا بدنيا بحيث ان انا طالما طريقتي كلها دفاعيه يبقى انا اطور الحاله البدنيه بتاعتي يا كابتن علاء اللي انا بيها اعمل سرعه الارتداد من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه جدا وده محتاج لياقه بدنيه عاليه قوي. وكم فرقه في مصر بتعملها؟ مش حد. ده اللي عايز اقوله وانا سيبك كده. طيب انا بقول لك ممكن هو تكون هو ما تدربش على كده اصلا يعني هو اللعيب بتاع مصر ما تدربش على كده اصلا اللي هو في لعيبه بتقعد تتفرج الهجمه تستناه ويجي يستند عليها. هو برضه عنده القماشه يا كابتن ما هو برضه يعني انا يعني بعذره في حاجات ان هو عنده القماشه دي ما عندوش حد اللي يقدر ينقل الهجمه دي بسرعه. طيب ما عندوش هي دي القماشه. طب ده اللي انا سالتك فيه وانت ما عندوش حد يقدر يعمل كابتن تامر بس عنده مختلف بقى معاك انا معاك بس هو مشكلته هو طارق حامد و كان بيلعب كطارق حامد يعني كلاعب ارتكاز وجابه محمد النني ما عندوش حد اللي ينقل بسرعه دي ما عندوش. ممكن يحط واحد ممكن يحط حسام غالي ينقل الهجمه بسرعه. ما هو مش عايز حسام غالي يقول للعيبه اطلعوا لقدام. هو مشكله لكن حسام غالي هشام محمد يعملها طبعا بس هو رايح يا كابتن خلينا بس نتفق ان هو رايح وحط الفكره في دماغه يعني هو رايح حط. بص يا كابتن تامر انت النهارده احنا عمالين في نقطه مين لف حواليه
هو النهارده لما راح بطوله افريقيا جمع اللعيبه امتى؟ ولعب مباراه تونس اللي كلنا كنا قاعدين بنتفرج تقسيمه. اللعيبه وقت جمعت 31 والمحترفين جم 3. تقسيمه اتعملت تغير فيها حوالي 17 لعيب ولا 18 لعيب. تمام. وفقدنا اهميه المباراه وهي بس اتعملت مباراه عشان يتقال دي مباراه اعداد. طب انا النهارده عايز انفذ الفكره اللي حضرتك بتقوله وكابتن ميدو بيقوله. طب النهارده جمع اللعيبه دي بدري واشتغل معاها. اشتغل معاها بالفكر وعودها ومرنها و لكن انت النهارده الدوري طب ما انت الدوري بتلعب وما بتاخدش منه حد. طب ما خد وقتك ونفس فكرك. انت رئيس جمهوريه المنظومه الكرويه اصلا. احنا متاخرين شويه في الكلام ده. الكلام ده متاخر. لا لا احنا خلي بالك. هو انا كده عشان بتقول عايزين الكلام ده بعد الماتش. ما يعني خلي بالك الكلام متاخر قوي. من الظواهر الصحيه ان انت تعالج وانت كسبان مش وانت خسران. احنا بنتكلم هيطلعوا عليك يقول لك ده قبل الماتش ب 48 ساعه وجاي تقطع في المنتخب المصري. لا مش لطيف. وبتتكلم في هو انت لما تكتشف نقاط انت المفروض ان ممكن حد يسمعها يتكلم على الجهاز الفني ده في ناس كانت بتتكلم في كذا وكذا وكذا مش ممكن تغير حاجه في فكره انت خسران تلعب مباراه. طب انت شايف الماتش الجاي ممكن تبدأه ازاي؟ صعب جدا يعني. انا شايف لا انت تبدأ زي ما بدات اللي قبليه. هو اقل كمان يعني دفاعي اكتر كمان من اللي قبليه. هتستحمل الضغط الهجومي بتاعنا؟ هيقعد يستحمل. بص الناس كلها متفائله انك قابلت الكاميرون مش غانا. انا شايف ان الكاميرون برضه صعبه مش سهله. فرقه صعبه جدا. اصعب من بوركينا تامر؟ دلوقتي بقت غانا سهله. دلوقتي كانت غانا سهله. هو غانا انا بس كان الناس متخوفه انها تقابلها 3 مرات في سنه او 3 مرات في 4 شهور وانت مش قطار بقى وفيلم. انا شايف ان هم فرقه نزلت كتير قوي عن هو فعلا. هو في ميزه ان غانا هزمت من الكاميرون. انا شايفها ميزه ان هم هيتاثروا بالكلام ده في تصفيات كاس عالم. لكن الكاميرون فرقه لعيبه كلها جعانه كوره زي ما بيقولوا. لعيبه كلها صغيرين في السن معدل اعمارهم 25 سنه عايزين يعملوا بطوله. هو جابوا من الصفر من درجه ثانيه عايزين يجيبوا بطوله. بدا بيهم بطرق يا كابتن. هو غير في الطريقه يعني. هو الفرق بقى بين الاثنين. طب استاذنك كابتن تامر استاذنك. هل المنتخب المصري القومي او مستر هيكتور كوبر بصفه شخصيه هل هو ناجح جدا في طريقته واقنعنا فنيا؟ هنشوف راي الخبير الكروي كابتن خالد بيومي معانا على التليفون. اهلا وسهلا بيك كابتن خالد. اهلا بيك كابتن ميدو. اهلا بكل الساده المشاهدين وتحيات الكابتن تامر سار وكابتن علي النبيل. احنا ما تحل لنا الجدل اللي احنا فيه ده. الخط قطع من شارع ميدو. ما تحل لنا الجدال اللي احنا فيه ده يعني. حاول تحله لنا. اي جدال. احنا بنتكلم دلوقتي عن شكل المنتخب المصري الفني وهل مستر كوبر ناجح في طريقته باقناع ولا هل مستر كوبر بيحالفوا الحظ ومتخوفين ان ما يحالفناش الحظ في مباراه الكاميرون؟ لا هو الجدل طبعا في حاله جدل كبيره جدا في الشارع المصري بالنسبه للطريقه اللي بينتهجها هيكتور كوبر بالنسبه للمباريات. ولكن حتى الان هو ناجح. النجاح الدليل وصوله للفاينل في كاس الامم الافريقيه الحاليه. صحيح يقبل هدف قليله جدا. بيحرز اهداف قليله جدا ولكن في النهايه هو مقنع بالنسبه لنفسه ومقنع بالنسبه للعيبه بتاعته. في عنده تحفيز ادوار، في عنده تحفظ كبير جدا، في عنده لعب على جزئيه واحده وهي الهجمه المرتده فقط لا غير. ولكن في النهايه الجزئيه الاكبر بالنسبه للشعب المصري بعيدا عن اداء هيكتور كوبر او مستوى هيكتور كوبر في رأيي الشخصي الوصول للفاينل هو اهم شيء بالنسبه لنا احنا كلنا كمحللين او كفنيين. تمام. الخط بقى مش سامع حاجه خالص. انا سامعك كابتن خالد اتفضل. لا انا مش سامعك. كابتن خالد. الو. انا سامعك اتفضل. طيب هنجيب كابتن خالد بيومي تاني. اتفضل يا كابتن تامر. زي ما ذكر هو طبعا كابتن خالد ذكر ان هو ناجح في طريقته. هو ناجح لحد دلوقتي في طريقته ب 4-2-3-1. ناجح بيوصل المباراه النهائيه. ناجح ان هو كل بس المتخوف النقاد والرياضيين والمدربين هو بيلجا للدور الدفاعيه ودي حاجه مش ممتعه بالنسبه للكره المصريه. اما بالنسبه للمنتخب الكاميروني، منتخب الكاميرون منتخب قوي زي ما ذكرت. لعب في بدايه المباراه بدايه البطوله 4-4-2، رجع بعد كده 4-2-3-1، عرف يغير منها. فاز في مباراتين متتاليتين على فرقتين انا شايف ان هم من اقوى الفرق بدوس كان السنغال او غانا. منتخب انا شايف ان هو هيتعب المنتخب المصري. مش المباراه مش هتكون سهله زي الناس متوقعه والناس متفائله يعني. انا نغمه التفاؤل دي مش عاجباني بصراحه. انك تقابل الكاميرون وانك تكسب الكاميرون وانت العقده دي. طيب انا ناخد الكابتن خالد تاني. طبعا اتفضل يا كابتن خالد. كابتن خالد بيومي. ايوه سامعك. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن كمل كلام حضرتك اتفضل.
بنتكلم على وضعيه ان هو اذا كان مقنع او غير مقنع، دي عمليه هو بالنسبه له ان هو وصل للمباراه النهائيه والجماهير كلها مبسوطه ان الكوبر وصل للمباراه النهائيه. انا واحد من الناس اللي يمكن كنت معترض على اداء الكوبر في مباراه غانا اللي هي في تصفيات كاس العالم والطريقه اللي لعب بها المنتخب المصري، وكمان كنت معترض على اداء المنتخب، يمكن كتبت تويتاي بعد ماتش اوغندا قلت فيها مع اعتراضي على هيكتور كوبر على طريقه الاداء، ولكن مصر في المباراه النهائيه. تمام. تحليل كاس الامم الافريقيه، اعتقد ان المنتخب المصري من افضل المنتخبات على مستوى التنظيم مستوى الجماعيه، واحنا كمان عندنا فرق كبير جدا بالنسبه لروح اللعيبه والامكانيات الشخصيه، وكمان الحب للبلد دي موجوده. يمكن الكابتن علي نبيل عاصر الكابتن جوهري في تاريخه الكبير رحمه الله عليه، ويعلم جيدا يعني ايه اسم الدوله ويعني ايه اسم التيشيرت المصري، دي موجوده في اللاعب المصري موجوده في الشعب المصري. تمام. وده اللي بيلعب عليه الكوبر الحته النفسيه بعيدا عن المستوى هنا الاداء. ولكن بطوله افريقيا في رايي الشخصي يا كابتن ميلو اقل بكثير جدا من اي بطوله اخرى. تمام. اقل على المستوى الفني بالنسبه للمنتخبات في عمليه احلال وتجديد في البطوله كلها بالنسبه للمنتخبات كثيره جدا. صحيح. يعني اذا كان المنتخب الكاميروني احلال وتجديد مع انه وصل المباراه النهائيه، غانا عندها مدير فني قليل جدا على المستوى الفني، هو يمكن واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلى غانا بالشكل دوت، وان كانت مرشحه للوصول المباراه النهائيه. تمام. مالي لغز بالكره الافريقيه هي والسنغال عناصر كبيره جدا، ولكن انقاصهم الجماعيه في الاداء دي مش موجوده بالنسبه للمنتخب المالي والسنغالي. الجزائر لا تمتلك مدير فني مع ليكنز، مدرب سيء جدا اثر على المنتخب الجزائري. تونس تغيرت الطريقه اثناء سنه ونص مع كازبرجاك بيلعب بطريقه 3 5 2 يجي يعدلها في كاس امم افريقيا يلعب بطريقه 4 وتحديدا في مباراه مصر الوديه. تمام. المنتخب الاوغندي في رايي هو اكثر المنتخبات اقناعا هو المنتخب البوركيني فاس. تمام. منتخب اوغندا عندهم مدرب نيش ومدرب اكثر من رائع. تمام. وانا شايف ان هو ده المنافس الحقيقي لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم، نظرا لتغيير الاداء وتغيير الطريقه وتغيير مراكز اللعيبه في مباراه مصر تحديدا بمدرب ممتاز جدا، والناحيه الثانيه بوركينا فاسو. كنت لسه اسالك يا كابتن خالد، كنت لسه اسالك هل احنا ممكن نقابل منتخب اقوى من منتخب البوركينا فاسو؟ يعني لابد ان نحتاط من المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني الى حد ما مع هوجو بروس بيلعب بنفس الطريقه بتاعت هيكتور كوبر، نفس بوركينا فاسو بالظبط على نيكولوما وعلى بانسيب وبرناند تراوري وعلى تراوري، اللعيبه بتلعب على هجمه مرتده في مباريات كثيره جدا، وكان عندهم نسبه من نسب التحفظ، ولكن عمليات احراز الاهداف عندهم كانت ممتازه جدا. كاميرون نفس الموضوع على باسي جوك ومانشيكو لاعب ممتاز جدا من رقم 8، ونفس الموضوع زوا او كيم بي راس الحربه، تحافظ على الدايره بيلعب على هجمه مرتده، عنده قوه جسمانيه، عنده اثنين لعيبه نص ملعب ممتازين جدا، خير طرفين الملعب. اونيانجو اللاعب اللي هو الباك ليفت من افضل اللعيبه اللي موجودين في البطوله، ونفس الموضوع في رقم 19 المدافع الايمن، وده بيديك ايحاء ان مباراه النهائي غير سهله على المستوى البدني والمستوى الجماعي للمنتخب الكاميروني، منتخب يخفى الاهداف بصعوبه شديده جدا، منتخب يحرز اهداف من كل الطرق اذا كان ضربات ثابته او هجمات مرتده او عامل القوه الجسمانيه، نفس الموضوع على البند فعال غير تماما اذا كان في كيو قدام اللعيبه الكبار اللي اثبتوا كفاءه في كاس الامم الافريقيه، مع انا في رايي ان في حارس مرمى عندهم كبير جدا جدا من افضل حراس المرمى في البطوله عنده، عشان كده اقول لك ان المنتخب الكاميروني منتخب قوي والى حد ما تكتيكي مع مدرب بيلعب على قدرات لعبته زي المنتخب المصري مع هيكتور كوبر الى حد ما بنفس المستوى بتاع المنتخب البوركينا فاسو، ولكن البوركينا فاسو يمكن تتميز بالحته المهاريه شويه. تمام. يمكن اللي خلتها اثرت على منتخبهم اما منتخب مصر الحمد لله يعني، ولكن الكاميرون كقوه جسمانيه وجماعيه وبدنيه اعتقد ان منتخب كبير وقوي جدا تكتيكيا وفنيا، عنده مدرب بيعلى كيفيه التعامل وعنده تغييرات زي فينسنت بوبكر من اللاعبين الكبار اللي ممكن ينزل في اخر مباراه يغير شكل المباراه، ودي من الامور الجيده اللي بيعملها هوجو بروس اللي استفاد منها اثناء البطوله. تمام يا كابتن خالد، انا يعني في نهايه حواري معاك طبعا الكلام معاك ما بيخلصش بصراحه، وان شاء الله انا مستنيك لما ترجع ان شاء الله تبقى معايا هنا ان شاء الله تنورنا. انا بس عايز اسالك سؤال واحد بس، توقعاتك ايه الماتش السوبر؟ بص هو اتوقع لا يعني ممكن نقول اتمنى فوز المنتخب المصري، احنا خلاص على مشارف. لا انا ما رضيتش اسالك يعني، طبعا احنا كلنا كمصريين طبعا ان شاء الله منتخبنا رجعناه بالكاس، لكن انا طبعا اسالك في جزئيه ماتش الاهلي والزمالك بس. انت قصدك على ماتش الاهلي والزمالك؟ ماتش السوبر ماتش صعبه كابتن ميدو، صعبه جدا. اولا توقعاتك عمل صفقات ممتازه جدا،
الزمالك عمل صفقه بتاع حسام باولو ما عملش اي صفقات ثانيه. مباراه صعبه جدا، لان طبعا انا في رايي ان محمد حلمي على المحك لمره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه. اعتقد ان الفوز بمباراه النادي الاهلي في مباراه السوبر ممكن تغطي الاوضاع، ولكن الخساره ممكن تصعب المواضيع على النادي الزمالك. الاهلي من الفرق الكبيره جدا، عمل صفقات اكثر مره زي ما قلت لك، عنده استقرار فني، عنده مزيد من الثقه الكبيره جدا لحسام البدري والجهاز اللي موجود معاه، وده ممكن يدي الى حد ما نسبه افضليه للاعيبه النادي الاهلي. بالاضافه يمكن ايه؟ يعني تفتكر الصفقات هيبقى ليها دور في حسم اللقاء يا كابتن خالد؟ هو رد عليك بس تاخدش بالك. يعني انا بتكلم على فكره البدلاء، مش شرط كلها دور اثناء المباراه، لكن على فكره البدلاء عملت فكره بدلاء قويه جدا جدا، يعني ده اللي ممكن يرجح كفه النادي الاهلي على نادي الزمالك، مش عشان انا في قناه النادي الاهلي، ولكن المؤشرات والبوادر والطريقه والاداء والاستقرار الفني اللي موجود عند النادي الاهلي ممكن الى حد ما يرجح كفه النادي الاهلي، بالاضافه للحاله النفسيه والذهنيه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي، خاصه اذا مصر كسبت كاس الامم الافريقيه في اربع لعيبه من الاهلي بيلعبوا بشكل اساسي، ممكن يكون في عمليه ارهاق نسبي، ولكن في النهايه الحاله النفسيه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي بتفرق كثير جدا في المباراه ديت. مباراه من شوط واحد 90 دقيقه فيها خطط، فيها امور خططيه، ولكن في راي الشخص من الممكن تأثر مباراة نهاية الدور الأول بالأهلي والزمالك والأداء السيء لنادي الزمالك والتكتيك السيء جدا اللي لعبه الكابتن محمد حلمي ممكن تأثر نسبيا على لعيبة نادي الزمالك والأهلي، وده يعني أعتقد إن هو كل جمهور نادي الزمالك تنتظر المباراة بشغف عشان تشوف مستوى لعيبة الزمالك، هل هو قادر على المنافسة على بطولة الدوري؟ هل هو قادر على الفوز بكأس السوبر؟ هل بالفعل الزمالك مستقر فنيا؟ ده اللي هنشوفه. الأهلي ما عندوش أي تغييرات غير إن هم جايب ثلاث لعيبة في رأيي ممكن يأثروا بجد، إذا كان كولوبالي أو أحمد حمود اللي عنده مستقبل كبير كشخصية خارج الملعب وشخصية داخل الملعب، نفس الموضوع عمرو بركات إذا استفاد منه النادي الأهلي، ففي تصور النادي الأهلي ممكن يكون إلى حد ما شخصيا اعلى كتير من الزمالك. تمام يا كابتن، يعني بصراحه يعني دايما بتسرينا بكلامك، وان شاء الله تبقى موجود معانا ان شاء الله، ولما ترجع مش هسيبك. سلم لي على تموره سمينو. ايه؟ ايه؟ تقول ايه؟ سلم لي على تموره. حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن خالد. سلم لي على شيكو. ها؟ انا مقعده قدامي يا كابتن خالد، هو مقعده قدامي. ومعاك كشكول. بس سؤال هو قفل؟ يا كابتن خالد انت معانا لسه؟ كده ميدو انا خايف على الكرسي بتاعي في التحليل فقول لي. لا ما تخافش يا كابتن خالد. لا ما اقدرش. ده جايب الكشكول بتاعه. هي مرة بس، هي مرة مش هتتكرر. كابتن خالد نورتنا، كابتن خالد وسهرناك، وان شاء الله تيجي بالسلامة. تيجي بالسلامة ان شاء الله يا كابتن. تيجي بالسلامة يا كابتن. مع السلامة. الوقت جري معانا جدا يا كابتن علاء. كابتن تامر يعني شايف الماتش ازاي، وشايف ان احنا ممكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب الماتش ازاي؟ لا ان شاء الله نكسب ان شاء الله. يعني هو في حاجه اسمها كابتن في كره القدم حظ البطل، في مواقف كده بتحصل، يعني كان دايما كان قالها لي كابتن جوهري، قال لك في حاجه حظ البطل. حظ البطل. اه ف حتى بان في بوركينا فاسو كنا لعبنا ماتش المغرب الاخير لو تفتكر، واتغلبنا 2-3 تاني مجموعه. تمام. وتاني مجموعه نقابل كوت ديفوار، واول مجموعه كنا مش عارف نقابل مين الساعه 3 الظهر، وحصلت الدنيا وقامت وقعدت وبتاع، فجي قال لك احنا طلوعنا التاني ده اللي هيجيب لنا البطوله، ده حظنا. ده حظ البطل. عشان نلعب كوت ديفوار بالليل الساعه 8، لان لو كنا لعبنا الساعه 3 ما كناش هنستحمل. صحيح. وفعلا عدينا كوت ديفوار وعدينا بوركينا وخدنا البطوله. ففي مواقف بتبان من خلال المشوار، من خلال المشوار. حتى النادي الاهلي لما بيجي ياخد بطوله بيبان في 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 مواقف في الدوري العام بيبان ان النادي الاهلي هياخد البطوله. نادي الزمالك لما خد البطوله في مواقف بانت ان هو هياخد البطوله، فرق تانية بتقع. هو بيكسب في مواقف دي، بقى المواقف اللي نقدر نقول عليها ايه؟ حظ البطل. لا، ثلاث نقاط اهم من الاداء. اللي هي مثلا ايه؟ انت بتاخد بطوله واخد بالك؟ طبعا. والاداء بتاع والاداء بتاعك مشكلة. او الفرقه دي مش مشكله، مش مشكله. لكن من ساعه ماجي لغايه النهارده الثلاث نقاط اهم من الاداء لا ما ينفعش. كابتن تامر. كابتن ميدو يعني زي ما بيقولوا نقطه سريعه كده للمكسب في اقول لك في مباراه تكسب ولا تلعب، دي من المباريات اللي تكسب ولا تلعب. تمام. المباراه على جزئيات صغيره، الخطا مرفوض خالص، اخطاء دفاعيه مرفوضه، غلط الشاطر بألف دي غلطه، يعني هي دي النقاط الصغيره ممكن تلعب عليها. بعد كده الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع ثم هجمه مرتده ان شاء الله تحرز هدف
وما اتمناش انها توصل لحد ضربات الجزاء. ان شاء الله ان شاء الله مش هتوصل. يعني يا كابتن علاء نورت الدنيا كلها. الله يخليك يا كابتن. وببقى سعيد جدا وانت معايا وان شاء الله معايا على طول. بس سيبك من تامر بقى كابتن. سيبك من تامر شويه. ما استغناش عنك. لا 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 ما استغناش عنه ولا استغنى عنك كابتن تامر. ربنا يخليك يا كابتن بالتوفيق. سعيد ان انا جاي وانت عارف ظروفي طبعا. انا عارف. لكن لما انت كلمتني بامانه لان حابب انت تبقى موجود. هي ظروف مشاوير بس عشان الناس ما تفتكرش ان في حاجه كابتن. لا 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 مشاوير. ما بنساش. وبتمنى لك التوفيق في مشوارك الاعلامي لانك فعلا شخصيه جميله وليك قبول ربنا يخليك الناس وربنا يوفقك دايما يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك نورتنا يا كابتن تامر. ربنا يخليك ان شاء الله تبقى معايا برضه عشان برضه قاعد ان شاء الله. ده شرف ليا يا كابتن. يعني انت مذيع جامد زي ما كنت لعيب جامد وربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله تستاهل كل خير وكل ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري. ربنا يبارك ان شاء الله المنتخب المصري بعد فوز. يا رب ان شاء الله. وصول لكاس العالم اهم حاجه ان شاء الله. ان شاء الله. اه دي اللي عايزين نقولها. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله لعيبتنا رجاله ان شاء الله يرجعوا لنا بالكاس وان شاء الله يروحوا كاس العالم وموفقين كمان. كلنا ايد واحده مع المنتخب كلنا في صوت واحد ودعوه واحده يا رب انصر الابطال. نورتوني وشرفتوني. تصبحوا على الف خير.